جمعية الثقافة والفنون بالأحساء تنظم أمسية ومستضيفة الفوتوغرافي علي الحاجي ويتكلم عن تجربته في تصوير المنتخب السعودي. معنا المصور المبدع علي الحاجي وهو متخصص في التصوير الرياضي وشارك في وفد مونديال موسكو 2018. اختصر لنا المحاضرة لهذه الليلة. محاضرة اليوم أول شيء شكرا على استضافتكم، الله يعطيكم العافية، شرف كبير أني أتواجد معاكم بالذات في الحسا. المحاضرة كانت تلخيص لمشاركتي مع المنتخب السعودي كمصور رسمي، وكيف استفدت أنا من المشاركة وكيف استفدت من المونديال. الحمد لله رب العالمين، تطرقت إلى نقاط وكيف تصبح مصور يستفاد من تجربته. الله يعطيكم العافية، وأتمنى أن التجربة كانت مفيدة وثرية. بس ما قلت أن محاور المحاضرة كيف تصبح مصور متميز، كيف تبرز قدراتك، ايش استفدت انا من مشاركتي في البطولات الخارجية والمحلية، ولخص تقريبا مسيرة 6 سنوات في هذا التصوير. جميل. سؤال، تكلمت خلال المحاضرة عن الحقوق، اذا كان مثلا مكان تجاري أو مكان حكومي مدعوم وأخذ صورة من صورك فلك الحق أنك تطالب بالحقوق وتقاضي. طيب بالنسبة للأشخاص اللي ينزل مثلا صورك في حساب شخصي، فهل هذا يتقاضى؟ هل في حساب شخصي ليس يعني حكومي، ليس شركة، شخصي وحط توقيعك، يعني هل هذا يقاضى؟ حط توقيعك لا يعني انه بسبب الصور تقدر تقاضي. طبعا مش استخدام تجاري او اعلامي يوجب الاعتذار، رفض الاعتذار يكون انت اقفال حسابك اجراء رسمي، او يمكن الاعتذار هو اقصى عقوبه ممكن يجي اذا كان حساب شخصي.
تفضل قل لنا عن مشاركتك في روسيا 2018. مشاركتي في روسيا طبعا صعب اني انا اوصف من مشاعر او اوصف احساسي، لان تشارك في اكبر حدث رياضي على مستوى العالم مو بالسهل انك توصف الاحساس والمشاعر. مشاركة ثرية، قابلت فيها مصورين عالميين، استفدت كثير منهم، قابلت جربت أكثر من زاوية، جربت أكثر من عدسة، جربت أكثر من ستايل تصوير، والحمد لله رب العالمين الله وفقني وطلعت في نتائج من التصوير عرضتها في المحاضرة. جميل. هل من كلمة أخيرة أستاذ علي؟ شكرا من القلب لاستضافتكم، شرف وإضافة لي بشكل كبير، الله يعطيكم العافية وإن شاء الله أشوفكم في مناسبة. شكرا جزيلا لك حبيبي. الله يسلمك. نقلنا لكم جزء من محاضرة المصور الفوتوغرافي علي الحاجي، ومشارك في مونديال روسيا من جمعية ثقافة الفنون في الأحساء. تقبل تحيات واحد الأحساء وفي أمان الله.